نفسي ما رد أنا يعني هذا إذا حدا بسرق بيتنا بيكشف كل أسرار حياتي. عندي صندوق كبير كلياته دايريز، كل واحد سنة. بس أنتي تعرفي أنك مبدعة؟ ليش؟ ليش؟ في شخص بحياتي بقدرش أحكي اسمه لأنه بزعل لما أجيب سيرته على الهواء. عرفنا بس ما تقولوا لأنه عم بسمعنا most probably يا رب يكون راح على الشغل. بكتب ما عمرنا قريناهم طبعا، هي خصوصيته يعني. بكتب مثلا مثلا أنا لما كان عمري 7 سنين وقعت ومثلا أنا رحت على الدكتور وكذا كذا، فبابا قلت بابا خلص عرفوا ما عارفينه موثق لحظات مهمة بالحياة تعني له على الورق. طبعا قريت هداك اليوم دراسة بأنه هدول الأشخاص، رهف ليه بقولك مبدعة، هدول الأشخاص اللي بكتبوا واللي بيعبروا عن كل إشي بيصير معهم بالحياة كتابيا هم أشخاص مبدعين. أنت بتعرفي شو القصة بتصير؟ إيش؟ وقت ما بتكتبي بكون شعورك عادي. يعني أنا هلأ مثلا روحت اليوم من صحصح إنه ممكن أقول إنه قدمنا حلقة حلوة وكذا وكذا وكذا، أيوة هذا تفاصيل عادية بس هي بتعني لها خلص بتحب بالضبط. لا وبلحظتها بتكوني أنت بس عم تكتبي صح. هلأ ارجعي لها بعد سنة بتصيري مثلا تحسي إنه أنا هديك المرة قرأت شغلة إني كنت مسافرة أشوف هلأ صاحبتي بلندن فأنا كاتبة إنه أكلت أسكى ساندويتش بالعالم طعمها. هلا انا طبعا هلا لو بتساليني عن لندن ما بتذكر هاي السندويشه. عن جد انت كاتبه انه كاتبه and the lettuce was so fresh. حبيبتي بالعربي بالانجليزي كمان هون كنت لاني سبت اي يو سي بلندن باي يو سي فتطورنا شوي قبل كنت لقد ذهبت الى السوبر ماركت ورايت حسين جدا دائما بتشوف حسين مستحيل تشوف هلا مثلا سمر حسين علي سميح محمد موس بابلي لاحظي الاسماء توجهي وين كان احمد عبد المنعم مثلا عبد المنعم مدبولي يعني اي حاجه صح 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 صح